أهلا بكم معنا مشاهدينا في حلقة جديدة ومهمة اليوم من برنامج سؤالكم، البرنامج الذي يتيح لكم المجال للمشاركة والتفاعل في خانة التعليقات على صفحتنا في الفيسبوك وكذلك منصة إكس. حلقة مهمة استثنائية وخصصناها تحديدا بعد أن تعالت أصوات متابعينا في السؤال عن حركة الذهب السعودية. يعني إحنا طبعا في سي إن بي سي نتحدث عن الأونصة المعتمدة عالميا وتصل مستوياتها تقترب من 3000 دولار، وكان في أسئلة كثيرة أنه ماذا نشتري من الذهب للتخزين، وحتى إذا اشترينا للزينة كيف يجب أن نكون أذكياء في انتقائنا حتى إذا قمنا بعد ذلك ببيعه نكون مستفيدين. اليوم ضيفنا جاي لحتى يجاوب على كل هذه الأسئلة، مش بس هيك جايب معاه أمثلة حقيقية مش مزيفة. دومينيك الخوري رئيس تطوير الأعمال ومحلل أسواق في سكويرد فاينانشال، أهلا ومرحبا بك. شكرا رولا. احنا روجنا طبعا أنه إيش هي أنواع السبائك، الأونصات، الليرات الإنجليزي أو الذهب اللي احنا بنفضل نقتنيها، شو الأفضل للشراء علشان الأفضل لاحقا للبيع في ظل الارتفاع. ولما أجيت على الاستوديو بدون ما أطلب منك تفاجأت أنك يعني عامل هومورك منيح وجايب كل انواع السبائك شويه ضيافات. طيب خلينا نبدا بدايه بانسالي هلا السعر العالي، رح نرجع لموضوع تسعير الذهب والمستويات اللي وصلناها. خلينا نفرجي مشاهدينا، احنا اليوم حنتكلم فضه وذهب. شكل الاونصه، لما اتكلم عن سبيكة الذهب او اونصه ذهب او ليره ذهب، شو ممكن نفرجي مشاهدينا عن ايش نتحدث؟ بدنا نرفعها شوي للكاميرا فوق. في فرق اليوم مثلا فيها تكون، اذا عم نحكي عن الذهب هيدي مثلا هيدي 5 جرامز لكريدي سويس، ها من كريدي سويس، هي مشهوره هيدا بنشوفها كثير بمحلات الذهب، بنقدر نشتريها هدايا صح. هيدا البامب كمان ال 5 جرام بيوريتي بيوريتي كمان 999 هو كلهم، هذه البامب السويسرية كمان اللي هي نوعها صح. واللي هي مدموغة من أشهر هو الأشهر شيء. هلا ليش مشهورين؟ لأنه بيبقوا سيل، بيبقوا مسكرين، فالقيمة تبعهم ما حدا بيكون لمسهم، ما حدا بيقدر، مجرد ما تفكيها بتفقد القيمة تبعها أو بتخسري مثل من شنطة الإرمس أو من ما تفتحها بتخسر شوي، خلص بتخسري من القيمة تبعها. المصنعية تبعهم هو القصص بتكون كتير غالية. هلا الأونصة تبع الذهب هي عفوا بس قبل ما ننتقل، احنا كنا نفكر انه في مصنعيه بس على المشغولات الذهبيه، وكنا نعتقد انه اونصه الذهب او السبيكي خلص يعني لا هي سعرها كله في مصنعية. بس لا كله في مصنعيه، يعني اليوم اذا بتشتري لنقول 20 جرام فضه غير اذا بتشتري ال 100 جرام بار فضه بيختلفوا. نفرجيهم برضه الفضه لانه يمكن ولا حدا شايف قبل هالمره سبيكه الفضه. هيدي مثلا 100 جرام، هي 20 جرام. ال 20 جرام وال 100 جرام المصنعيه تبع ال 20 جرام بتكون اعلى. المصنعيه بتروح للبنك المركزي ولا للصايغ؟ لا بتروح للصايغ، لانه حسب اذا عم نحكي عالمي كمان المصنعيه عالميه سعرها؟ اي طبعا اكيد. وحسب مين مصنعها، يعني مثلا اذا كنا عم نحكي عن البامب السويسري هي مصنعه مثلا هي من سويسرا، هي من كريدي سويس، في كوينز او في بارز مصنعين من البنك المركزي بيكونوا. اوكي، والليره الانجليزي اللي عليها صورة الرجال الأصلع هاي كمان كتير بحب يقتنوها السيدات وبتفضل الست إنها تأخذها كهدية لما يجيها مولود أو نجاح صح. أو غيره، وهي استثمار دائما كانت الأمهات تنصح فيه. في ناس بعتقد إنها إلها عدد قراريط، يعني في ناس بفكرها بتجي 21 قراط 22 مرات، في ناس بفاجئني لكن هي دائما بتكون 24 قراط صح. كل البارز مفروض يكونوا 24 قراط، يعني البيوريتي تبعهم 999.9 بغض النظر إذا نحن عم ناخد سيلفر ولا ذهب. أعلى بيوريتي بتكون، يعني هو ذهب خالص مش منضاف له ولا أي شيء. والفضة نفس الشيء بكون خالص مش منضاف له ولا أي شيء. هيدي القيمة تبعهم. هلأ الكوينز مثلا هول لأنه بيفتحوا إذا بتشوفيها، لأنه بتفتح مجرد ما فتحت هيك تخسر من القيمه تبعها مجرد انك فتحت، مجرد ما تنفتح البار. شو الخوف من موضوع انها اذا كمان فتحت نفس الشيء انه البصمات او انها مش بس بالاخر بالنار يعني صح. بس انت اليوم القيمه تبع الذهب والفضه هي انه يضل مسكر مش مغشوش بيكون، بينما اي شيء بينفتح، يعني انا اليوم ممكن اي حدا يقلده صح. اليوم صار في عنا اساور تتقلد، صار في عنا اكزاكتلي فيهم يعملوا اي شيء، بنروح على اي
ريفاينري او اللي بيدوب ذهب وسيلفر وهيك، فبيروح بيعمل الكوبي تبع القالب كله سوا. انا بصراحه مش قادر اقاوم لمعه الذهب ولا الفضه، واستثناء حتحرك لعندك خليني اشوف وامسك الملمس. اولا هذا كيلو، هذا الكيلو سيلفر. أيه. انا شايفه كيلو ذهب، بس كيلو سيلفر ولا مره شايفه. انا المصور بيقول يعطيني اياها وفعلا كيلو، والذهب بيجي مثل نفس الشكل وحلوه. جماله انا مثلا في عندي وحده عندي وحده على المكتب اللي بنستعملها اللي بتقلي فيها الاوراق كمان مثلا. لا يا زلمه هيك بطل يعني انه لا ما حقها شيء. طيب. مش كثير غالي باي ذا واي. قد ايه مثلا الكيلو الفضه؟ انا بس جبتها كانت بال 2000 درهم. 2000 درهم لو مثلها طبعاً أكيد لو مثلها لو مثلها الذهب، الكيلو الذهب بيجي نفس الشكل السبيكه صح؟ وكم تسوى اليوم مثلا كيلو الذهب؟ لا كيلو الذهب هلا عم نحكي على 2730 لنعتبر 2730 اوكي 31.1 اللي هي الأونصة ضرب 1000 هلا بدنا نخرب عليه لدومينيك ونفتح له 87781 دولار. 87000 دولار لأونصة كيلو الذهب، لكيلو الذهب للسبيكة الصغيرة اللي مثل هاي. هذه طبعا كيلو. في سبائك اكبر. 87000 دولار، والله هاي احلى هديه. يعني هذا تقريبا سعر شنطتين من ارمس للي بيحبوا. اذا بنرجع سنتين لورا كان كيلو الذهب حقه 55000 او 56000. شو راح علينا احسن من البيتكوين واستثمار فيه. طيب قبل ما انتقل وبقولوا حتى يعني بلكي فالي منيح، هاي انت جايب لي هاي كريدي سويس. كريدي سويس بنك كريدي سويس بيطلع ايضا كمان نوع من انواع السبائك الصغيره، هاي اللي بنشوفها كثير واحنا صغار كانوا اهالينا دائما يعملوا لها اطار ونلبسها كمان. انا عندي لسه في منها وعندي ليره انجليزي لو بعرف كان جبت. هاي هلا لو فتحتها رح تخسر شوي من قيمتها. لا لا عادي فينا نفتح. جايب منهم تنت. لا بتفتح. لا 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 اتس اوكي. وفي عندنا كمان مغلفه، هيدي اصلا مغلفه ما بت نقدر يعني حتى الناس اللي ما كانت تهتم بموضوع الفضه وصلت لاعلى مستوياتها ل 50 دولار قبل ما يقوم سورس ببيع حصته ومحفظته من الذهب والفضه اللي تتراجع ل 36 دولار، واليوم احنا تقريبا نقترب من 35 دولار للفضه. ايه نحن باعلى مستويات لنا من وقت البريفيوس هاي اللي عمله او اعلى نقطه كان فيها. لا هي حلو بريقها خلقها حلو. وهي اللي فتحتها قبل شوي كمان يعني للسيدات اللي ما عندها مقدرة تشتري ذهب. وهلأ حنسمع تحليل فني عن موضوع كفاءة السيلفر والفضة. بصراحة سمعتها من أكثر مستثمر إنه منقدر نشتري فضة، والله حلوة وخفيفة ولذيذة كتير. يعني حتى هاي ممكن تكون إحدى المقتنيات سواء للزينة أو للخزينة، جميلة جداً. وهيك بتكون كما ذكر ضيفنا بتفقد قيمتها مجرد انها تفتح. يعني ممكن تشتروها بهذا الشكل لابنائكم وتكون طريقه جميله جدا. وايضا الذهب نصح ضيفنا طبعا بيجي منها اكثر من سايز، واحنا شفناه بيجي منها بيضاوي وبيجي منها ايضا المستطيل. وشكرا كثير لك انك يعني جبت معنا. انا هي حاخذها تقاله للكتب. طيب خلينا نرجع نتكلم هلا مع دومينيك عن افضل طريقه. اني هلا انا رحت على صايغ الذهب وعرفت هاي المعلومات منك ومعي الكاش، شو بحب افرجيه طريقه انه انا فهماني بالذهب؟ شو لازم اساله؟ اول شيء الذهب والفضه هن مقسمين لثلاثه. اول شيء ممكن نكون نحن عم نشتريهم كادخار، يعني انا بدي اروح بدي اعرف شو هدفي بالاول، بعدين برجع بسال الاسئله وبفاوض على الاسعار. او بدي يكون ادخار، او بدي يكون زينه وخزينه، او بدي يكون خزينه وزينه. يعني اذا كنا ادخار انا هدفي انه انا هذه الاموال ما تفقد قيمتها على المدى الطويل، فبروح مثلا بكون معي 1000 دولار 2000 دولار 10000 دولار 100000 دولار بشتري فيهم بما يقارب السبائك الكبار. كل ما اكون عم بشتري سبائك كبار بكون المربحيه تبعي اكثر وبحافظ على القيمه اكثر. ليه؟ لانه سعر المصنعيه للسبائك من الكيلو بالطالع او مثلا 500 جرام كيلو وما فوق هو بكون كثير اقل من انه واحد عم يشتري 20 جرام او 100 جرام او اي شيء اخر. هيدي تسمى ادخار. هلا اذا نحن عم نشتري خزينه وزينه، يعني انا اليوم عم بشتري قطعه ممكن يكون عم بلبسها ولكن قيمتها كتير عالية، فأنا إيفنتشلي معظم الوقت رح تكون ضببها بالخزنة تبعي. هيدي بتكون اسمها خزينة وزينة. نعم. يعني القطع اللي بتكون كتير قيمتها مرتفعة جدا، يعني قطع عم نحكي مثلا سنسال الذهب أو
او طبعا عم نحكي ذهب خالص، ما عم نحكي اللي بندفع مصنعيه 50 و60%. يعني ما عم نحكي مثلا واحد بس يروح على مثلا اي محل ذهب مشهور اذا ما بدنا نذكر اسامي او اي مصنع. جزء منه براند اسم الذهب، هو البراند بتكون كل اللي عم تدفعيها بتكون بس عم تدفع 30 أو 40% انت بس ذهب، والبقوه كله بيكون مصنعي. بعد حناخذ منك نصائح اذا بناخذه في مثلا احجار او بناخذه في شغل كثير، لانه في ناس كثير بالخليج بتحب الشغل البحريني اللي هو فيه شغل كثير وهذا كله بيروح مصنعيه. لكن في عنا أسئلة لازم نأخذها. عندي من جوزيف من السعودية، من عفوا الجزائر، يسأل عن يعني توقيت شراء الذهب الآن وهو صاعد في رحلة الصعود. هل بيجد ضيفنا أنه ما زال أمامنا فرصة، وأنه حتى لو رجع تراجع أو ارتد أو عمل تصحيح خلينا نحتفظ فيه للأمد الطويل؟ وشو متوقع أسعار للذهب؟ أوكي. الذهب اتجاهه صاعد، صارنا أكثر من سنة بنحكي بالموضوع. الأسباب واضحة جدا، الأزمات الاقتصادية، التوترات الجيوسياسية، كل هذه المشاكل بتأثر على الذهب، بلس أنه نحن عندنا تضخم بشكل كتير كبير والعالم عم تلجأ على الملاذ الآمن لتحافظ على قيمة الأموال تبعها. هي يعني هذه الأسباب الرئيسية ليش الذهب عم يطلع. متوقع أنه يكمل صعوده طبعا بالسنة القادمة، هيدي كل البنوك المركزية حتى كمان مأكدة على هذا الموضوع، يكمل الصعود طبعه بالسنة القادمة. هلأ إذا ما نجي نحكي اليوم بطريقة منطقية وتقنية، الواحد ما بيجي بيشتري بأعلى مستوى. يعني من الصعب جدا أنا اليوم شوف الذهب مثلا 2730 2750، روح اشتري الكمية كلها سوا اللي بدي اشتريها. نعم. المنطق بيقول أنه الواحد بيقسم الشروات تبعه. يعني أنا بصير بعمل متوسط دخول لهذه الأسعار، إذا بشتري مثلاً كل فترة علشان بستفيد لما يكون نازل برجع، يعني صح برجع بعدل السعر، يعني بعدل السعر. نصيحة أنا مثلاً بعطيها لأي حدا من المشاهدين، كل شهر مفروض يكون في عندك مبلغ ولو بسيط جداً، شو ما كان المبلغ تشتري فيه، إن كان من الذهب من 5 غرامات ل10 غرامات أو حتى من الفضة، هاي ما حقها شيء مثلاً، هاي كان حقها 100 درهم. في واحد اي حدا يشتريها. طيب خلينا ناخذ شويه اسئله بس بدي الاجابات سريعه جدا. ابو باسل الحلاق يقول هل ستصل الأونصة الى 4000 دولار؟ مش مستبعد، بس طبعا عندنا مستويات قبل، عندنا 3000 و3600 قبل، ففي عندنا كذا ليفل قبل. محمد ابو حمام عنده كثير اسئله، حنتقي منهم. التوترات الجيوسياسيه حاليا هل حتدفع اسعار الذهب فقط هي الوحيد السبب الوحيد للارتفاع؟ طبعا لا، مش السبب الوحيد اللي هي بتدفع الأسعار لترتفع. في عنا التضخم، إذا بيرجع التضخم بيضرب من أول وجديد، والركود الاقتصادي بيبين بال 2025 وما بتم السيطرة عليه بالرغم من أنه البنوك المركزية كلها عم تخفض الفوائد، طبعا هذا الشيء رح يأثر بشكل مباشر على الذهب وبنشوفه عم يرجع يرتفع من أول وجديد. نعم، خليك معنا دومينيك، رح نذهب في فاصل قصير ونعود ونستكمل جولتنا مع أنصات الذهب وسبائك الذهب والفضة. أعود لكم مشاهدينا في برنامج سؤالكم. أسعار الذهب تحلق صوب 3000 دولار للأونصة، وكيف يمكن أن ننصحكم بشراء أو سواء كان للخزينة والزينة في نفس الوقت؟ هل الوقت فاتنا لطبعا تخزين الذهب كوعاء ادخاري، وإلى أين تتجه الأسعار؟ وأفضل نصائح لاقتناء الذهب من جديد مع دومينيك الخوري الخبير. وأعود إلى أسئلة طبعا متابعينا، وعندنا سؤال أيضا من عبد القادر حمزة يقول في هذه المرحلة تحديدا بماذا توصي، بالتمهل أم الشراء؟ بالأسعار نحن فيها بأعلى نقاط طبعا واحد بيتمهل، أكيد ما بيشتري بأعلى نقطة وصل عليها الذهب أبد. عم يعمل تصحيح الذهب على فكرة كل فترة، يعني بيتراجع 10-20 دولار بيرجع بيرتفع عن جديد، ما عم بيكمل صعود تام بشكل كتير قوي. يعني اليوم بتجي بتطلع بتاريخ بسيط، يعني مثلا ب 26/9 كان الذهب بال 2680، من بعدها بكم يوم بس ب 9/10 يعني بعدها باسبوعين انخفض لمستويات 2605،
وهذا صار في عنا ديسكاونت تقريبا 80 دولار، يعني الذهب تراجع 80 دولار ليعطينا فرصة نرجع ندخل عن جديد. هاي بتكون أخذ أرباح من الأسواق وبنفس الوقت فرص للمستثمرين الجدد أنه يدخلوا من مستويات أوطى. عنا سؤال أيضا من أدهم يقول أنه للحائزين على عملات غير الدولار، هل تجد أنه فرصة للشراء على الدولار على الذهب أم لا؟ اللي عندهم عملات غير الدولار، يورو مثلا، باوند، كل البنوك المركزية أصلا بتتحوط بالذهب. كل الدول يلي بتصدر أي عملة اللي كان لتكسب ثقة الشعب تبعها لازم يكون عندها مخزون من العملات الأجنبية بلس الذهب. ليه؟ لأنه هذا كيف بيقولوا أبا عن جد نحن هذا الموضوع مؤمنين فيه ومنشتري كادخار وأكيدين أنه هذا القيمة تبعه ما بتروح. يعني حتى روبرت في عنده فيديو مشهور كتير على يوتيوب، الكل بتخيل بيعرفه، بيمسك فيه الدولار وبيمسك فيه السيلفر كوين، بيقول لهم هاي حقها 30 دولار وهيدي ورقة ما لها قيمة. فهيدا الموضوع هي فعليا ورقة بكل العملات طبعا. هاي القيمة تبعها ما بتنتهي. حتى بالدول، دولنا اللي صار فيها أزمات اقتصادية عظيمة جدا، نجي نطلع الكوينز اللي كنا نستعملهم القيمة تبعهم ما انفقدت. يعني 500 ليرة القيمة تبعها بقيت نفسها بالدولار. نعم. ولكن الورق هو اللي فقد القيمة تبعه. طيب، أنا سؤال من أدهم جولد يقول إذا فاز ترامب أو فازت هاريس أيهما أفضل للذهب من ناحية الارتفاع؟ من ناحية الارتفاع لازم السوق يفهم شغلة، أنه الأسواق دائما بتدعم، الأسواق الأمريكية دائما بتدعم أي رئيس رح يفوز. هذا أول نقطة. ثاني شغلة، السياسات الجيوسياسية، يعني التأثير الجيوسياسي للرئيس المنتخب هو بيأثر على الذهب والفضة. يعني مثلا اليوم عم نشوف إدارة بايدن شو عم بيصير بالشرق الأوسط. ترامب بالوقت الحالي بآخر فيديو له كان عم بيشجع اللي عم بيصير وعم بيقول إنه إسرائيل بأقوى نقاط لها، بأقوى ما يكون، وقرب ينهي ديل. ترامب دائما بيشوف حاله بيقول إنه أنا ممكن أنهي الحروب باللحظة اللي أنا بستلم فيها الحكم. هذا شيء بيكون سيء للذهب باي ذا واي، لأنه نهاية الحروب بخف الريسك، بطل في ريسك، العالم بتروح بتتجه للأسهم، تتجه للاستثمارات اللي فيها ريسك أقل. عندنا من شروق إبراهيم تقول هل ممكن إني أسافر وأعبر منطقة اللي هي التفتيش في المطار وأنا أحمل في جيبي أو في حقيبتي سبائك من الذهب؟ طبعا حسب الكمية أكيد. يعني اليوم إذا واحد حمل له 2-3 من هول عادي طبعا، من بيقطع من هول الصغار اللي هيك، أو حتى إيفن هول لا أكيد لا، دائما لازم يقطع بالجمرك. مشان هيك كتير مهم الشهادة. أيوة. الشهادة اللي بتطلع مع السبيكة، نرفع على الكاميرا بعد إذنك، الشهادة اللي بتطلع مع السبيكة كتير مهمة. ليه؟ لأنه هيدي الشهادة بتثبت من وين، شو رقم السبيكة بنفسها، مش مهربة أو مسروقة أو شيء. وبيبقى فيها بيبقى فيها الفاتورة كمان، يعني الفاتورة مع التاكس اللي دفعتها أنا بالبلد اللي أنا فيه، واسمي بيكون فيها. لا، الاسم ما بيكون موجود. بتكون هي بس هيدي مربوطة بالرقم الكود اللي هون. يعني إذا لاحظي هون مثلا 147925، 147925 يعني نفس الرقم. يسرق السبيك، يسرقها مع الورقة. ما يترك الورقة على جنب. هاي بتخولنا أنه نحن ننتقل من بلد لبلد ونثبت. نعم. انه هي منا مسروقه. نعم. وكمان حتى بتعفينا من التاكس. يعني اليوم أكيد. في بلاد بندفع فيهم تاكس، ببلاد اخرى مش ما بندفع فيهم تاكس. نعم. في عندنا طبعا سؤال، اذا بيزيد الذهب حتى نهايه 2024 لل 2900، الضيف بيقول يمكن اكثر من هيك لنهايه السنه. الترند تبعنا بالفقره الماضيه، يعني نهار الاثنين نحن حكينا في عندنا التارجت 3000 موجود امامنا، منا كثير بعيد عنه نحن. اوريدي وصلنا لل 2750 اليوم، كنا حاطين كمان نفس النقطه. طيب، في كثير ناس بتسال بشكل عام افضل شراء الذهب الزينه، عيار ال 21، ال 18 ولا ال 24؟ 18 اللي هو بنحكي نحن عنه ايطالي، وسهل جدا للي بيصيغوا الذهب انهم يعملوا منه اشكال كثير جميله. صح. فبيكون قريب للاكسسوار الى الذهب. انت شو بتنصح يعني حسب سواء زينه او خزينه؟ هلا طبعا الذهب كل ما كان انقى كل ما يكون قيمته اعلى وقيمته بتضل فيه. يعني اليوم كل ما نقرب نحن من ال 24 هو انقى شيء.
24 كرات مثل ما بقولوا، فهيدي ال 24 هي انقى ذهب ممكن واحد يشتري، ولكن مشكله الذهب انه كثير، بس ال 24 كثير بقول صح، هو كثير كثير حتى اصفر من حسه اكثر من اللازم، صارخ لونه. بس اذا بتلاحظي الذهب اذا حدا ما عنده اي شيء 24 كرات بتشد عليه بتطبع اصبعك عليه لهالدرجه هو لين، فمشان هيك بضيفوا عليه النحاس، بضيفوا عليه الفضه كرمال يقسى. يعني اليوم اذا بنشوف الخواتم اللي احنا بنلبسهم مثلا، جربي تعجي الخاتم بتحسيه قاسي، بياخذ معك شويه شد لحتى تتعجي. ليه؟ لانه اليوم حاطين فيه مواد اخرى. هون من مش غش هذا، لا 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 مش غش، من هن اصلا معايرينه. هيدا مثلا لنقول 21 اوكي، ال 18 بيكون اقسى. ليش بننتقل من 24 ل 18؟ كل ما زادت قلت نسبه الذهب وزادت نسبه المعادن المقابله منبلش نحن نقول انه هذا صار 18. بس ليش بيكون اغلى؟ بيكون اغلى ل 18؟ 18 اغلى. لا نحن هون كنا عم ندفع مصنعيه اغلى، ما هي المصنعية مش قيمه الذهب. إيه؟ مشان هيك اذا واحد بده يدخر وبنفس الوقت يكون عنده زينه، يعني عم بيجمع كمان، يعني يتزين فيه وبنفس الوقت يكون عم بيجمع مصاري وعم بيحافظ على القيمه تبعها، لازم يعلى لل 21 22 24 بيرفكت. معناتها عقليتنا احنا ستات لازم تتغير، يعني لما البس الذهب الاصفر انا هيك واشلشل فيه خلص اعرفوا انه انا انسان بفكر بطريقه يعني جديه وخايفين من اللي عم بصير. اسئله كثير حول فترة الحرب اللي بنمر فيها، ما هي أفضل وسيلة لاقتناء الذهب وشرائه، وخاصة أنه المحلات مسكرة بحكي لك وبيخافوا أصلا محلات الذهب على مصوغاتهم. صح. كيف ممكن أنهم يشتروا الذهب؟ ممكن أونلاين اليوم التداول صار سهل جدا، اي بلد في انترنت، في لابتوب، في تليفون، ممكن واحد يفوت بيفتح حساب وبيقدر يتداول تلقائيا من المنصه، وبتكون ارخص اصلا، ما بتكون عنده بايده لكن موجود بمحفظته 100%. يعني انا اليوم حطيت 1000 دولار بالحساب، اشتريت نص اونصه ذهب لنعتبر هيدي النص اونصه اللي اشتريتها انا محافظ على القيمه تبعها، بتطلع 100 دولار بربح 100 دولار، بربح 50 لانه شاري نص، بس انه نفس الحركه. والالذ بالموضوع انه اليوم الاونلاين تريدينج ارخص، يعني اليوم اذا بتروحي انت اليوم على جولد سوق او على اي مكان بدنا نشتري ذهب، بدنا نشتري فضه، بياخذوا مصنعيه وبياخذوا وبياخذوا عموله للمحل حتى يربح، بينما اونلاين انا وعم بشتري او انا عم بيع شو بتكلفني الاونصه؟ 15 سنت 10 سنت، يعني الأونصة الذهب كلها على بعضها بتكلفني زيادة 10 سنت بس بين الشراء والبيع. أقل شيء بس هل التداول متروكة؟ لكن لو طلبتوا إنه يبعث لي إياها شحن لها صعب، هي متروكة للتداول؟ لا هيدي ما بصير فيها شحن، ما بكتنزها أنا في اليد، تبقى بحسابي أونلاين على المنصة هذه أو في هذه المحفظة، لكن سهل إني أبيعها في أي وقت أو أشتريها. صح، ولكن نحن في شيء اسمه العقود الآجلة اللي هي فيوتشر كونتراكتس، يعني نحن فينا اليوم نكون عم نشتري فيوتشر كونتراكتس طبعا، يعني ما أدري أنا كون عم بشتري سبوت لحتى اكون مضطر انه اليوم انا ما عم بقدر احصل عليهم، بنفس الوقت كون عم بدفع عليهم سوابس كل يوم. لا بشتري العقود الاجله، بالعقود الاجله انا بعرف حالي مثلا بدي اشتري لثلاث شهور لقدام، بدي اترك هيدي القيمه مجمده لثلاث شهور لقدام، ما بتكلفني ولا سنت زياده، معروف شو الكوست تبعي ومعروف السعر الموجود انا فيه، وبقدر اغلق بنفس التكلفه. في الدقيقه المتبقي عندنا الكل بيسال افضل يوم للشراء في الاسبوع، طبعا بغض النظر عن السعر، هل هو قبل تذكره الويك اند ويبطل في عندك الذهب بيشتغل؟ طبعا هو تقريبا على المنصه خلال الاسبوع فقط، خلال الاسبوع الثانيه للجمعه. فهل من مش بحكي من الغباء، يعني من الاستهتار اني اشتري على قبل الويك اند وتصير مثلا حرب الدنيا تولع وارجع مثلا استنى يومين وانا على اعصابي؟ هيدي هالمخاطر اللي معظم التريدريه او الاشخاص بيعملوا فيها اغلاط. اليوم اللي بيحمل ريسك انه يضل عنده البوزيشن تبعه مفتوحه بالويك اند ممكن يفتح السوق بجاب اذا كان صاعد او هابط، هذا الشيء بيأذي المحفظه بشكل كثير كبير. اي حدا بيعرف ريسك مانجمنت، بيعرف اداره مخاطر، بيعرف انه ما لازم يحط حسابه بهذه المخاطر الا اذا كان هو عامل حساب هذه الحركه انه ممكن تصير، يعني بيحمل حسابه يتحرك السوق 20 40 50 دولار ضده وبدون ما يتاثر وهو ما عنده مشكل بهذه هي صارت استراتيجيه تداول مختلفه. نعم. ولكن طبعا ما بننصح يترك البوزيشن. نعم. واحد مفتوحه بالويكند. شكرا لوقتك وتحليلك وحضورك سيد دومينيك الخوري، وانت رئيس تطوير الاعمال ومحلل الاسواق في سكويرد فاينانشال. وانا استثناء اليوم حختم الحلقه من عند ضيفي، كان عيد ميلادي قبل اسبوع بتعرف اكيد عيد.
بيتك كمان. يلا نقي اي وحده بدك. لا حاخذ الذهب بس هون هدول؟ لا هول اعلى. اخذهم كلهم؟ هاي اعلى. كيف يعني؟ ذهب ماشي. شكرا. العمر كله ان شاء الله للكل. خلص اليوم حاخذ الذهب. الى اللقاء.